نتصفح اليوم في هذا اللقاء كتابا لا يليق بناشط بيئي ولا بمثقف بيئي جهله ولا جهل كاتبته ريتشل كارسون. إنه كتاب الربيع الصامت. صدر هذا الكتاب سنة 1962 في الولايات المتحدة، وتربع فور صدوره على قائمة أكثر الكتب مبيعاً وإثارة للرأي العام، وترجم في ظرف وجيز إلى 30 لغة من بينها العربية التي قام بالترجمة إليها عالم الأحياء المصري أحمد مستجير سنة 1974، ونال بها جائزة الدولة التشجيعية للعلوم في السنة نفسها. مثل كتاب الربيع الصامت نقلة تاريخية ليس فقط في مجال الوعي البيئي، بل أيضا في مجال السياسات ومسار العلوم والصناعة. ووفق الأستاذ إسماعيل محمد خيرت خبير البرنامج البيئي، فإن الكتاب أطلق الشرارة التي فتحت عصر الاحتجاجات البيئية والتي ما زالت جذوتها مستعرة في العالم إلى اليوم.